جدا متابعينا الكرام، مرحبا بكم في مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء مع زكريا موتشوني. اكيد ان الحديث متابعينا الكرام ماشي غير عندنا بل في العالم، وهو الاحتضان ديال بلادنا برفقه ديال اسبانيا والبرتغال لكاس العالم، وغادي يتزامن كذلك مع النسخه المئويه فيه. يعني بلادنا امام تدهور الحمد لله الكبيره، وشي حاجه اللي كتفرح. اكيد هادشي كله بالقياده ديال سيدنا الرياضي الاول نصره الله، ثم القزع اللي تبارك الله كيدير خدمه نقيه. وي وي قد لي شي ناس داكشي اللي كان. ياك زكريا خويا، كيفاش تلقيتي انت الخبر زكريا؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم. بطبيعه الحال انا كواحد اللي مهتم بالسوشيال ميديا ومؤثر فيسبوكي وعزيز عليه كره القدم وسع الابواب، كيف لو ان بلادنا غادي تنظم كاس العالم. بسم الله الرحمن الرحيم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. اللهم بارك. انا بغيت كاع المغاربه يقراو ايه الكرسي ومعوذتين اخوت، حيت بلادنا تبارك الله غدا في واحد المنحة تصاعدي ما شاء الله، اللهم بارك. حيت كاين واحد الناس راه حاضريننا وتابعيننا وما حاملينناش، هادشي اللي كاين في الرسالة موجهة لهم اخوتي وما عارف الراس. الحمد لله كنشكر الله عز وجل اولا لانه وقف معنا باش دزنا ديما فينا كاس العالم، والتاهل ديال ديما فينا راه هو اللي عزز الملف ديالنا باش نكون واقعيين. هذه وحده. ثاني حاجه جلاله الملك نصر الله اللي طبيعه الحال دار المجهود ديالو باش المغرب ياخذ تنظيم ديال كاس العالم، لان خصنا نعرفوا بلي اول مره في التاريخ منها خلق الله لهذه الحياه ما عمر شي جيل عاش ان المغربي كنهضر جيل المغربي عاش هاد هاد الاجواء ديال ان المنتخب وصل دوما فينا كاس العالم، ديال اننا غننظموا كاس العالم. يعني هاد الشيء سابقه، هذه سابقه في تاريخ ديال الكره المغربيه اخويا. وبالتالي حنا خصنا نكونوا جد مسرورين وفرحين كشعب كمجتمع مغربي كشعب اللي كيعشق كرة القدم بطبيعة الحال، خصنا نكونوا فرحين. وتحية للسيد فوزي القجع اللي كيدير واحد المجهودات جبارة، فوزي القجع اللي كيدير واحد المجهودات جبارة باش يهز الدرابو ديال الدرابو هذا في العلالي، لأن من نهار جا السيد فوزي القجع راه الكرة المغربية باش ما نكذبوش على راسنا في واحد التطور ماشي ملحوظ، تطور سريع، تطور كبير. كيف لا وان بلادنا استطاعت تنظم كاس العالم للانديه، استطاعت تنظم كاس افريقيا للمحليين، استطاعت تنظم كاس افريقيا في فئات العمريه مختلفه، استطاعت تنظم كذلك كاس افريقيا للبؤات. شفنا اللبؤات وصلوا، شفنا الانجازات ديال الكره المغربيه. كيف لا الوداد جوج عصبه الابطال، كيف لا الرجاء الكاف كوب ضرب، كيف لا فريق النهضه البركانيه في اوج العطاء دائما في لاكاف كيدي كاس الاتحاد الافريقي، كيف لا اللبؤات وصلوا كاس العالم اول مره في التاريخ، اول مره في تاريخ الكره المغربيه اللبؤات يصلنا الى الدور الثاني من كاس العالم في اول مشاركه، اول مشاركه انجاز. اما تاهل الدور الثاني في كاس العالم امام منتخبات كبيره وعندها تكوين كبير، فهذا الشيء كيبين ان هناك عمل، هذا الشيء لم ياتي بالصدفه. لم ياتي بالعشوائيه، بل اتى بعمل وباجتهاد وبمثابره وباستراتيجيه. نعاودها وناكد عليها، باستراتيجيه. راه ماشي راه الناس راه كتخدم، راه الشعب المغربي خصو يعرف، المتتبع لكره القدم ماشي خصو يقول كيفاش دار لها القجع. السيد القجع جلاله الملك القجع الناس عندها اون استراتيجي، استراتيجيه على المدى البعيد. القجع فجار، هذا استراتيجيه على المدى البعيد. بنا تيرانات، شفنا تيرانات اللي في المستوى، وهاد التيرانات هما اللي عطاونا ودعموا الملف ديالنا باش ناخذوا كاس العالم. ما نساوش كذلك الانجازات ديال الفريق ديال المنتخب الوطني. اذا راه كاين عمل، وبالتالي ما عليه الا الهنا. الحمد لله والشكر لله. اي مغربي في بقاع العالم، لان المغاربه راه كاينين في العالم باكمله،
واي مغربي دابا فرحان في خاطر. شوف نفسيا فرحان، انا نقول لك نفسيا فرحان. صحيح كاين اللي عنده ظروف ولكن فاش الانسان كيسمع بحال هاد الاخبار راه كيفرح نفسيا. علاش؟ لان بلادو غادي تنظم كوب ديمون. فاش كنقول لك تنظم كوب ديمون بلادنا، وحنا كمتتبعين لكره القدم غنستطيعوا نشوفوا شي حوايج اللي ما عمرنا شفناهم في التاريخ. عمر شي جيل كيما قلتي قبيله عاش، الله يرحم لك الوالدين، ان شاء الله تطول الله في العمر غادي نعيشوا هذه الاجواء ديال اننا ننظموا كاس العالم، وهذا الشيء كذلك اللي غادي يكون فيه واحد ان شاء الله واحد تاثير كبير على يعني على النمو الاقتصادي ديال بلادنا. داك الشيء اللي كاين والله اكيد ان شاء الله. زكريا الجماهير المغربي كيف جبالك غادي تتفاعل مع هذا ان شاء الله هذا العرس الكروي، وكذلك هذه فرصه اخرى فين نبرهنوا على اننا جماهير كبيره كلاسه، وحنا نقدر نقول في الاولين في العالم جماهير ديال الجماهير المغربيه تبارك الله اساتذه في الابجديات ديال داك الشيء اللي كاين. داك الشيء اللي كاين كلامك معقول اخويا، واكبر دليل على هذا الشيء راه شفناه في قطر، قدرنا نخرج اغنيه اللي جمعت الملايين ديال المشاهدات. تمام. الحكايه بدات في مكسيكو، قدرنا نبينوا للعالم ان المغاربه شعب مضياف، شعب بلغه ديال الكرم. مشى لقطر خلقها، كيدور في اي بلاصه كيضحك في اي بلاصه. زينا ديك النسخه ديال قطر بطبيعه الحال، حنا يزينا اخويا كيف لا، حنا كلشي بغينا، حنا حبونا الناس، تخيل معايا حبونا العرب، حبونا الناس من بلدان اوروبيه اجنبيه ليس بمسلمين الحمد لله، والحمد لله حنا كمسلمين كسبنا العرب باش بدوك الاهداف والخصال الحميده. وكنشوف اللاعبين ديالنا منتخب الساجدين، اهم نقطه هي منتخب الساجدين، اللعابه كاملين كيماركيو كنشوفهم كيمشيو يسجدوا وكاملين باين مع والديهم الحمد لله. حنا منتخب المرضيه الله يحفظك الحمد لله الحمد لله والله الا بلاد المرضيه هادشي كيفرح، لان بلادنا هادشي اللي كنشوفوا دابا راه واقف معنا الله اولا، لان اي حاجه كطرب اراده الله. علاش؟ حنا شعب مضياف، اي دوله كتجي عندنا اي ناس كيجيو عندنا كنرحبوا بهم، عكس انا كنقول عكس مجموعه من الدول العربيه اللي ما عندهاش هذا الخصال. حقيقه هذه انا اشكر جميع الدول العربيه، ولكن هذه حقيقه في المغرب. في المغرب عندنا الناس كاع كتقولها، كتلاقى مع سوريين قطريين مصريين جزائريين، ما كاينش اللي كيقول لك المغرب خير، كلشي كيجي كيعيش هنا. علاش؟ حيت حنا اعتدنا هاد التقاليد، اعتدنا هاد الكرام، اعتدنا هاد الضيافه، اعتدنا هاد اننا نكبروا بالاجنبي وبالبران. تبارك الله عليك. وحاجه وحاجه اللي نبغي نقولها عاوتاني اخويا العزيز واللي فرحتني انا بزاف بزاف، هي كنشوفوا كيفاش ان الشعب المغربي لما تلقى الخبر كنشوفوا كيفاش ان الناس متفائله. الناس تخيل معايا متفائله بان المغرب ماشي غيدوز عاوتاني غيتقصر الدور الاول كيف ما قطر نظمات وتقصر، لا المغرب متفائل انه غيمشي بعيد في هذه. واكبر دليل كيف لو ان القجع اعطى في تصريح رسمي ربما ان الفينال غادي يكون في مدينه الدار البيضاء. واه اسمح لي، نهائي كاس العالم خصناه دابا، حنا لا نعيشوا في الخيال، حنا راه ما كنعيشوش في الخيال خوتي المغاربه، حنا ما كنعيشوش في الخيال، حنا حقيقه كنعيشوها في 2023 شهر 9. اشنا هي الحقيقه؟ هي اننا الفينال في 2030 لحيانا الله غادي يكون في مدينه الدار البيضاء. اذا نتمنى تكون شي احتفالات من طرف بزاف ديال المغاربه. شفنا احتفال في مدينه العيون، بغينا في دونور، بغينا في الرباط، بغينا خص يكون واحد التفاعل من طرف الجماهير ماشي غير في الفيسبوك، لا خص يكون شي تفاعل. ما كرهناش الجمعيات ديال المجتمع المدني اللي مكرياها الدولة وعطيها لوطوريزاسيون، عطيها وصل الإذاعة باش تخدم. نتمنى الجمعيات تبدا دائما تهضر على هذه النقطة، دير حفلات، دير ندوات، دير هذا الشيء، خصنا نفرحوا به، خصنا نبينوا للعالم أننا فرحانين بهذا الإنجاز. راه ماشي ساهل تنظم كأس العالم، خصنا نعرفوا ماشي ساهل، لأن يعني باش تنظم كأس العالم راه ماشي هو كوب دافريك، أولا كوب دافريك حنا فرحنا، ولكن كوف كاس العالم هضره اخرى، لان تتخسر اموال باهظه. انك خصك تعرف باللي لا فيفا بشحمها ولحمها ودمها هي اللي عطاتك لوطوريزاسيون وعطاتك الثقه باش تنظم كاس العالم بطبيعه الحال مع اسبانيا وبرتغال. ولكن احنا بغيت واحد اخر حاجه اخويا العزيز، حلوا لنا الفيزا، فيزا تكون فابور
وتلقاو لنا الفيزا. شوف بغينا نطلعوا للاسبانيول، بغينا نطلعوا للبرتغال، فهمتي؟ بغينا نبلبلوها وتفرجوا في كلاسيكو. ما عندي واحد توني فيه البارسا والريال، نطلع تبعوا شوف مو دير له نطلع تبعوا نديروا في البارسا والريال جوج خلط اوكي وبلبلوها. والله شوف شوف هذه رسالتي، بغينا الفيزا تحل من تما الالمان. شوف سهلين سهلين، الله يحفظك خويا عزيز، الله يحفظك. مباشر الى مباشر اخر ان شاء الله. مبروك علينا.